السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا في درس جديد من دروس المايكروسوفت ايجور انفراستراكشر از اسيرفيس. أحييكم، أنا علاء أمين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو الأفالابيلتي زون والأفالابيلتي سيت. لو نلاحظ في الدرس اللي فات، إحنا عملنا أول فيرتشوال ماشين، عملنا لها كرييت، وهو سألني وأنا بعمل كرييت أحطها لك في الأفالابيلتي ولا لأ، وانا قلت له لا، لان انا ما كنتش فاهم لسه يعني ايه افالابيلتي زون او افالابيلتي سيت وايه الفرق بينهم. النهارده ان شاء الله هنفهم ايه هو الافالابيلتي سيت وايه هو الافالابيلتي زون وايه الفرق بينهم. قال لي هنا الافالابيلتي سيت ده لوجيكال جروب اوف في امز، يعني جروب كده بيضم الفيرتشوال ماشين within a data center to allow Azure to understand how your application is built to provide for redundancy and availability. طيب الكلام ده يعني ايه؟ يعني وانت بتكريت الفيرشوال ماشين، الايجور هيسالك ان احطها لك في الافالابيلتي سيت او الافالابيلتي زون. احنا لو افترضنا الافالابيلتي سيت، هو هنا بيقول لي انا هفهم في حاله اختيارك للافالابيلتي سيت ان الابلكيشن او الفيرشوال ماشين بتاعتك ديت لازم تكون availability، يعني متاحة وما يحصل لهاش أي عملية حجب أو أي عملية إعاقة لأن هي تشتغل ولو لثواني معدودة. طيب تمام. قال لي كمان هنا إن availability ست ديت لما بتختارها هي مفيش عليها كوست، يعني هتدفع القيمة بتاع الفيرشوال ماشين بس مش هحاسبك على availability ست ديت. قال لي كمان ان في الافالابيلتي سيت از كومبوزد تو تو اديشنال جروب، بتتحط في مجموعتين مختلفتين علشان اتحقق، يعني علشان اقدر اسيطر على حالات الهاردوير فيلر اند الابديت اللي بتحصل للراك. جميل جدا. يعني ايه برضو الكلام ده؟ انا لسه ما فهمتش. طيب هنتخيل ان الفيرشوال ماشين بتاعنا عندي اتنين فيرشوال ماشين VM1 وVM2 محطوطة في الراك ده. طيب الراك ده لو حصل له حاجة، لو داون، لو مثلا اتعرض لأي عملية من عملية فقد البيانات، انقطاع الخدمة مثلا، أي حاجة ممكن نتخيلها، اللي هيحصل ان الفيرشوال ماشين رقم واحد والفيرشوال ماشين رقم اتنين مش هيبقوا متاحين اصلا هما الاثنين. ليه؟ لان الراك ده كله خلاص مش موجود. طيب هنا قال لي ان ده في حاله ان مفيش availability set. جميل. طيب لو في availability set ايه اللي هيحصل؟ باختصار هيحصل انه ال VM number 1 هتتحط في راك وال VM الثانيه هتتحط في راك تاني، فبالتالي الراك ده لو حصل له حاجة أنا لسه عندي VM تاني شغالة. يعني إيه برضو؟ يعني أنا عندي قاعدة بيانات أو ويب سايت عامل له لود على 2 VM، يعني موجود هنا وموجود هنا، فبالتالي هنا ال VM دي لو مش متاحة هيبقى متاحة هنا. في حالة عدم إتاحة الراك ده هي موجودة في الراك ده، فبالتالي أنا عندي بياناتي متحافظ عليها بنسبة 99.9%، مش هقلق من أي حاجة ومش هدفع كمان كوست تاني. ده فيما يتعلق بالأفالابيليتي سيت. طب الزون كلها لو وقعت، لو يعني لو حصل لها أي حجب خدمة مثلا، ديدي دوس مثلا أو اختراق، ولو إن ده مستبعد جدا في 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 بيئة مايكروسوفت، ولكن إحنا يعني هنشطح كده شويه بخيالنا ونقول ان الزون كلها وقعت، ايه الحل؟ قال لي الحل ببساطه شديده جدا في الافالابيلتي زون، لان هنا هو الالترناتيف تو افالابيلتي سيت، ده بديل الافالابيلتي سيت، لان هنا اصلا ده فيزيكال مش لوجيكال. الافالابيلتي سيت كان لوجيكال، ده فيزيكال، ده اصلا حاجه ملموسه، حاجه فعليا موجوده. طيب ايه بقى الافالابيلتي زون؟ احنا قلنا ان في ريجون او مايكروسوفت ايجور متقسمه ريجون، وجوه الريجون اكتر من زون،
جوه الزون ممكن يكون فيه داتا سنتر واحد او اكتر. حلو قوي. الزون بتاعتي اهي اللي فيها الراكات واللي انا عامل جواها اصلا افيلابيلتي ست. طيب احنا تخيلنا ان الزون دي وقعت، تمام، وقلنا ان في حاله فقدانها كل الفيرتشوال ماشين بالافيلابيلتي ست اللي انا عاملها كلها، شكرا، عدى علينا وقت تاني. طيب الحل ايه؟ قال لي لا، انت هنا بقى لو بياناتك فعليا حساسه وخايف عليها، تمام، حطها لي في افيلابيلتي زون وانت بتكريت الفيرتشوال ماشين. لو لما اسالك ست ولا زون تقول لي زون. ليه بقى؟ انا في الحاله دي هكررها لك 3 مرات، هتبقى في زون واحد وزون اتنين وزون تلاته. كل دي هعمل عمليه ريبليكيشن للفيرتشوال ماشين، هتبقى جوه الريجون في التريبل زون اللي قدامنا، بحيث ان اي زون لما تروح انت ما تقلقش، موجوده في الزون الثانيه وموجوده كمان في الزون الثالثه. اعتقد ان احنا كده فهمنا بشكل واضح وبسيط ايه الفرق بين الافيلابيلتي ست والفرق بين الافيلابيلتي زون. فاضل ان احنا نشوف الحاجات ديت بشكل عملي ونشتغلها بايدينا علشان نفهمها بنسبه 100%.